بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بقى نبتدي. أخيرا بقى هنتعامل مع جيت هاب وهنحاول نبلش الشغل بتاعنا. الأول بس نفهم طريقة شغل الجيت. الجيت الأول أنت بتشتغل زي ما أنت شفت، أنت بتشتغل في اللوكال، مفيش، مش محتاج إنترنت كونكشن، مش محتاج نت يعني يكون شغال. تفضل شغال، تعمل كوميتاتك، تعمل كل حاجة براحتك، تعمل أكتر من كوميت براحتك، كل ده في اللوكال، وكل ده على جهازك أنت من غير ما حد يقدر يشوف الشغل بتاعك. تمام؟ طبعا الريبو اللي انت عاملها في اللوكال عندك اللي هو البروجكت بتاعك ده انت ممكن تشيره، تمام، باستخدام فيس اس بروفايدر زي الجيت هاب. عندنا طبعا حاجات كتير زي الجيت هاب، زي بيت باكت وجيت لاب، دول اشهرهم، وجيت هاب يعتبر البيست ما بينهم، معظم الناس بتستخدمه علشان كويس جدا، بيقدم فيتشر جميله جدا ومناسب جدا للاوبن سورس بروجكت. تمام، تعالوا بقى جيت هاب كده. طب كل اللي عليك بتعمله بس خش على جيت هاب دوت كوم، تمام، وخش اعمل ساين اب. جميل. بعد ما تعمل ساين اب، بالنسبه للجيت هاب هي ثواني بالظبط في الساين اب بتاعها. بعد ما تعمل ساين اب هتخش، اول ما انت تعمل لوجن على الجيت هاب هياخدك على الصفحه الرئيسيه بتاعته، الهوم بيج بتاعته. طبعا بعيدا عن الشكل، ممكن مختلف عندكم ولا لا، او زي عندي ولا لا، بعيد عن ده كله، اهم حاجه ده كله الزرار النيو، وعندك الريبوزيتوري بتاعتك. ايه هي دي؟ مبدئيا الشغل اللي عندك تحت، الشغل والكود اللي عندك تحت ده اللي هو موجود هنا، ده بنسميه ريبوزيتوري. لما احنا جينا عملنا جيت انت، جيت انت ده ايه؟ كريت امبت ريبوزيتوري، ده اسمه ريبوزيتوري، بس ده عندك في اللوكال. دلوقتي يجي الوقت ان انت ترفعه بابلش، فلازم ترفعه برضو على ريبوزيتوري. فاحنا هنعمل ريبوزيتوري في الجيت هاب. تمام، ممكن ندوس على النيو هنا، وكده هتعمل ريبوزيتوري جديده، او تخش على اي روزات من عندك تشوف الكود بتاعها. بس الاهم عندي ان احنا ايه، هنعمل روزات. عندي بس مشكله في النت. لما انت بتيجي تعمل نيو ريبوزيتوري، طبعا بيقول لك اسم ريبوزيتوري، واهم حاجه الاسم بتاعك. اسم الريبوزيتوري ده مهم جدا، الاسم اللي انت عملته وانت بتعمل لوج اللي هو اليوزر نيم ده مهم جدا. الاسم ده هو هيكون البروفايل بتاعك الجيت هاب. مبدئيا انت يستحسن تستخدمه زي البورتفوليو بتاعك، الكود اللي انت بتعمله ترفعه عليه، ايا يكن. ان شاء الله عملت صفحه ارفعه عليه، ده البورتفوليو بتاعك، الناس بتدور عليه والناس بتبص عليه وبتشوف الكواليتي كود بتاعك وبتشوف كودك عامل ازاي. عشان كده الكومنتات مهمه تكون منظمه، كومنتات تكون منظمه وواضحه. تمام، طبعا ده في الاكونت بتاعي باسمنا، فانا هعمله عندنا في نيكس كود. وهنا هنيجي مثلا نقول جيت كده بروجكت ديمو. كده احنا بنعمل ال، استنى في حاجة غلط، ديمو. كده احنا بنعمل اسم الريبوزيتوري، طبعا اسم الريبوزيتوري حط بينه هاش، ولو انت حطيت سبيسز هو اوتوماتيك جيت بيقول لك انا هحط هاش ما بينهم. تمام، عايز تحط سكريبشن حط، عايز تخليه بابليك خليه، عايز تخليه برايفت خليه. نيجي للموضوع ده، يعني ايه بابليك وبرايفت؟ بابليك معناه ان كل الناس تشوفه. يعني انت لو دخلت دلوقتي على جيت هاب سلاش ميكس داش كود سلاش جيت بروجكت ديمو، هتخش على الكود اللي انا عامله ده. لو برايفت هيقول لك ده مش موجود. الجيت هاب بيخلي بابليك ممكن تعمل ريبوزيتوري على قد ما تقدر بابليك انليميتد. برايفت جيت هاب كان مخليها بلان لوحدها، لازم بتدفع فيز معينه وسبسكريبشن معين عشان تعرف تنيبل دي. بس في 2018 تقريبا، 2018 او 2019 لسه من قريب، يعني احتمال كبير 2018، خلوها الاو ان انت في الاكونت فري اللي انت بتعمله العادي بتقدر تعمل ريبوزيتوري فري برايفت على قد ما تقدر، بس 3 اشخاص بس هم اللي يشاركوا معاك. ما تنساش ان انت في تيم هيخش معاك فيه. تمام، فعلى الاقل على الاكتر 3 ممكن يخش معاك لو انت هتعمله برايفت. ده وحش، انت شايف ان هو هيليميت معاك، روح لبيت باكت او جيت لاب. وانا بفضل جيت لاب اكتر، اليو اي بتاعه بالنسبه لي كعلاء افضل، وال الاوبشنز اللي بيقدمها برضو الفيتشر برضو كويسه، بالذات في السي اي وسي دي لما تخش في الكونتينوس انتجريشن وكونتينوس ديفلوبمنت، في حاجات لسه قدام، بس لما تخش فيها تلاقي جيت لاب بيساعدكم فيها. جيت لاب عامل لك انليميتد بابليك وانليميتد برايفت، وكمان تتحكم مين اللي يخش هنا ومين ما يخشش هنا، حتى لو هي برايفت مش اي حد برضه هو اللي يخش عليه. تمام،
وعندك initialize 0 و 3 مي، سيبك من دي ما تدوس عليها. وهنا add dot get ignore بيقولك ممكن لو انت عايز get ignore، وكمان بتختار اللغة اللي انت عايزها. لو انت كتبت نود جي اس هتلاقيها برضو. لو عايز license خلي دول برضو none، خلي اتنين none متعملش حاجة، هي خليها public والاسم بس. لو عايز تكتب description اكسب اكتب قصدي، وبعدين ندوس create repository هيكريت ال، وده هيبقى شكل الريبوزاتري بتاعتك. شكل الريبوزاتري بتاعتك متقسم لأكتر من حتة. أول حاجة السكشن ده أول مرة أنت بتعملها بيديك تو أوبشنز أو تلاتة أوبشن. لو أنت عندك ريبوزاتري، لو أنت عندك كود لسه هتحط فيه الجيت، تمام، فلسه بيعمل كوماند الجيت انت ولسه الجيت اد وبعدين جيت كوميت. أو لو أنت عندك ريبوزاتري جاهزة زي ما احنا عاملين، احنا اوريدي عاملين ريبوزاتري جاهزة عشان احنا عملنا جيت انت، تستخدم الكوماند ده عشان ترفع. او انك تعمل امبورت الكود من اي ريبوزاتري، من جيت باكيت مثلا، من بيت باكيت مثلا او جيت لاب. ويقول لك طبعا الكونكشن هيبقى عامل زي عايز اس اتش ولا اتش تي تي بي اس، طبعا هنستخدم اتش تي تي بي اس. ولو عايز تفتحه على ديسكتوب، جيت هاب عنده ابلكيشن اسمه جيت هاب ديسكتوب، ممكن تستخدمه بدل ما تستخدم التيرمينال، بس الافضل تستخدم التيرمينال دلوقتي لان انت لسه بتتعلم وهكذا. بعد ما انت تتعلم تقدر تستخدم اليو اي براحتك، بس الافضل تفضل عليه. تمام، ده كان شرح سريع جدا للريبو بتاع الجيت هاب، وازاي تعمل ريبو جديده فيه وهكذا. تمام، طبعا في شويه مزايا هنتكلم عنها بعدين، بس نيجي دلوقتي للاساس ازاي نرفع. علشان ترفع على الجيت هاب انت محتاج تقول لللوكال ريبو عندك حاجتين، دي اللوكال ريبو، اللوكال ريبوزاتري، اللوكال ريبوزاتري بتاعك محتاج تقول لها حاجتين. اول حاجه هترفع لمين هي الريبوزاتري دي، هتعرف انا هرفع للجيت هاب ولا بيت باكيت ولا جيت لاب ازاي كمثال، وهترفع على انهي ريبوزاتري. يعني انا دلوقتي قلت لها ترفع جيت هاب، طب انا هرفع على انهي ريبوزاتري؟ ما هي مش عارفه، فلازم اقول لها انت هترفع على ده. نقول لها ازاي؟ نقول لها بجيت ريموت. جيت بيوفر لك كوماند اسمه ريموت، لو انت مش عارف تجيبه هتلاقيه هنا اهو الكود اهو، تقدر تاخده كوبي وتحطه. بس الاول تعال نشرحه. تمام، جيت ريموت بيتحكم في حاجه اسمها اوريجين، من الحاجات اللي بيتحكم فيها اسمها اوريجين. ايه هي دي؟ بتكتب جيت ريموت بعدين بتقول له اد اوريجين. اوريجين ده معناه انت بتقول للريبو اللوكال اللي عندك دي، الكود اللي عندك ده، بتقول له انت دايما هتروح للاوريجين ده. لاحظ ان كلمه اوريجين هي اللي هنا دي، تمام، معنى الكلمه دي، معنى الكلمه ده اساس بتاعك، انت دايما هتروح لللينك ده او هتروح للاساس ده. دي ابسط حاجه اقدر اقولها، اصلك ده الكود الرئيسي بتاعك هيكون في ده، دايما هترفع لده، دايما هتجيب التعديلات من ده. طب لو انت عايز تغير اللينك اعمل ريموف للاوريجين واعمل اد لاوريجين تاني، لان هو لما بيجي يبوش بيبوش للاوريجين. تمام، فدلوقتي انت هتعمل اد اوريجين بعدين تحط بعديه اللينك، فانت بكل بساطه ممكن تاخده هنا كوبي وتحط اللينك اللي هو ازاي، اللي هو اسم جيت هاب نفسه، جيت هاب دوت كوم سلاش اسم اليوزر بتاعك هنا سلاش التيم بتاعنا ميكس داش كود، وبعدين اسم الريبوزاتري بتاعتك. ممكن تحط دوت جيت او ممكن ما تحطش الدوت جيت عادي، ممكن بدوت جيت او ممكن من غير دوت جيت. فهناخدها كده، هناخدها من دوت جيت واحطها. تمام، طبعا جيت ريموت فيها حاجات كتير، والاوريجن نفسها ككونسبت ممكن يكون لها شرح اكتر من كده، بس انا مش هتطرق ليها كتير، دي الحاجه الوحيده اللي انت هتعمل معاها فيها دلوقتي. بعدين بتقول له جيت بوش. جيت بوش هو الكوماند اللي جيت بيوفره عشان ياخد الكود بتاعك يحطه هنا. بس لو انت اول مره ترفع فيها، لو انت اول مره ترفع فيها يفضل تحط معايا داش يو اوريجين ماستر. وده معناه ايه؟ تعالى اول بس نكتبه، نقول له جيت بوش داش يو اوريجين ماستر. اول حاجه داش يو اختصار الاوبشن ده، الفلاج ده اختصار لاوبشن اسمه سيت ابستريم. تمام، طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان بقول له انت هتبوش على اللينك الاساسي او اليو ار ال الاساسي او البروفايدر بتاعك الاساسي او البروفايدر الاونلاين بتاعتك او الاوريجن بتاعك بمعنى اصح. تعرف انا اخدها ككلمه اوريجن، انت هترفع على الاوريجن بتاعك. تمام، وهترفع في برانش الماستر. الداش يو او الفلاج اليو بنحط ريفرنس
لللينك ده، للكلام ده. الريفرنس ده مش هينفعنا دلوقتي، هينفعنا مع الجيت بول اللي هي هتيجي بعد دي، تمام؟ فدلوقتي انا بقول له ايه، انت هترفع الكود بتاعك على اللينك اللي انا موفره لك، على الاوريجن بتاعك، على اللينك الاساسي بتاعك او الريبوزيتوري الاونلاين بتاعتك، وهترفعه في برانش الماستر. وافتكر دي بتحصل اول مره بس، بعد دي بتعمل جيت بوش بس من غير ما تعمل داش يو اوريجن ماستر. ولو انت في برانش تاني انت هتعمل نفس الحركه دي، هتعمل جيت بوش داش يو اوريجن وتكتب اسم البرانش. انا عشان انا هنا في الماستر فانا بقول له اعمل لي واحد اسمه ماستر، لو انا في برانش اسمه تيست فده هيبقى تيست، تمام؟ وهنحاول برضه نشوف كل الكلام ده، هندوس بس انتر وهو هيبتدي يرفع. انا سرعت الفيديو او رفع الحاجة اهو، ولاحظ ان هو قال لك نيو برانش اسمه ماستر، او بمعنى صح نيو برانش خدت من برانش الماستر اللي عندك هنا في اللوكال وحطيته في برانش الماستر الموجود في الجيت هاب، تمام؟ وبعدين قال لك ايه، قال لك برانش ماستر سيت اب تراك ريموت برانش ماستر فروم اونشن. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت اعمل جيت بول من برانش الماستر اوتوماتيك هيروح يجيب من الاوريجن ده برانش الماستر ده، الاوريجن ده اللي هو اللينك اللي انا حطيته، تمام، بتاع الريبوزيتوري دي. فهو كده بيقول لك لما تيجي تعمل جيت بول من برانش الماستر هيروح على الاوريجن ده اللي هو اللينك ده اللي هي الريبوزيتوري دي، ويروح يجيب برانش الماستر بتاعها. تعالوا نعمل ريفرش ونشوف. هتلاقي الكود عمل اهو، وده شكل الريبوزيتوري بتاعك بعد ما انت مترفع. روح انزل، شايف البوكس ده مكتوب برانش ماستر، ادي الماستر بتاعه وهو ده الديفولت، تمام؟ ده الماستر بتاعي، فده معنى اللاين ده تاني عشان انا عارف ان هو ممكن يكون معقد شويه. برانش ماستر هو قصده على البرانش اللي انت شغال عنده في اللوكال، تمام؟ بيقول لك انا حطيت تراك عليه، انا خلاص بقيت عارفه، بقيت حاطط تراكم كده عارفه، عارف لما انت مثلا تيجي تعمل جيت بول انا هروح للاوريجن بتاعي اللي هو جيت هاب اللي هي الريبوزيتوري دي، وهروح اجيب الكود اللي حصل واللي اتحدث من البرانش ماستر اللي هو فيه اللي هو ده، تمام؟ اتمنى تكون وصلت على قد ما اقدر، واكتمال هكون وصلتها لكم. يعني هنا طبعا الكود بتاعك، هنا عدد البرانشات لو دوست عليها هيجيبها لك، هنا الكوميتات بتاعتك لو انت بصيت عليها تعال نفتحها، هنا الفايلات ممكن تخش على الفايل نفسه، هنا ممكن تدوس هنا داونلود تنزله از ملف، وممكن تعمله اوبن للديسكتوب، ممكن تعمله كلون تاخده من هنا بعدين تعمله كلون، وهنا السيتنج بتاعتك، ده كل دي مواضيع هنتكلم عنها بعدين. هنا الكوميتات بقى، هنا الهيستوري بقى، هنا عشان كده كنت بحاول اقول لكم كل مره حاولوا تخلوا الكوميت واضح. شايفين الكوميتات عامله ازاي؟ نازلين هيستوري. هنا انا كنت بكرت الاف كيو اي، هنا كنت بعمل فيكسنج للكونفليكت، هنا بكرت الكونتاكت اس، هنا بعمل الاباوت اس. طبعا لو دخلت عليها تعالوا مثلا هنا، هيجيب لك طبعا التعديلات، الحاجات اللي اتطرحت، الحاجات اللي اتشالت، الحاجات اللي اتضافت وهكذا. عندك برضو ارجع لورا، عندك تقدر تشوف الكود في الوقت ده. يعني انا دلوقتي بصوا هنا، لو انا دخلت على اخر حاجه في الكود في السيرفر دوت جي اس، هلاقي مثلا اخر حاجه عندي هي الاف كيو اي اي باي، ده في الوقت ده، في الوقت الزمني ده، في الوقت الزمني ده، في التايم لاين ده. هنزل تايم لاين تحت شويه واروح مثلا الادنج اباوت اسرع، واروح هنا، ده الهاش بتاع الكوميت اللي انت بتلاقيه من جيت لوك. انا يعني دخلت في الوقت ده، لو دخلت على السيرفر دوت جي اس بص كويس، ما عنديش غير الاباوت اس بس، اي بي اي الاباوت اس بس. ليه؟ لان انا رجعت بالزمن شويه لورا. هو ده التايم لاينز المختلفه، هي دي هي دي الكوميتس، هي دي حلاوه الجيت، تمام؟ كودك مش هيضيع ان شاء الله بعد 10 سنين قدام.